يا حبوب باب اهو راهو كان نفكر العبيد، قلت لي انا بعدت على غرام بعد وقلت لي انا راني صيير، اما فما حاجه بينك وبين روحك سكريتو عاملها لروحك. يرحم والديك خليتنا نصوره. مرحبا. شنو هي القصه؟ المشكله اي ما تنجمش تنجمش تبع دود تنجمش مهما صار ما تنجمش مهما تظلمت ومهما صار لك ومهما تقهر مش تظلمت ولا ما تنجمش بعد كل سنين نقصها انا الحمد لله يا ربي احنا مشيت على روحها اما هاك تشوف علوش علوش انا نقول علوش هذا خاطر ها فمه تبع 4 سنوات وانت مازال تعمل 4 سنوات راه هاوي هاوي صادق مازال تعمل 4 سنوات ولا لا لا ربعيه مازال كيبقى هذا مازال مشروع كبش ان شاء الله ان شاء الله عامين اخرين هذا عامين اخرين عامين اخرين كان عشنا ريت العيد هذا ويجي العيد الجاي كان عشنا والعيد الاخر اللي بعده باش نصيبوا يولي وقتها كبش تخدي علوش كان خديته هكا برنو قلت نفس البرنسيب معناه نفس البرنسيب تاع بوبي ونفس البرنسيب تاع برشا كباشه كيف نتاع شيبوب ونتاع برشا كيف وين النهار اللي خديته خديته على وذنه ورا وعلى كل بابي اصل الراتس ومن غادي بدات القصه ومن غادي بدات القصه هاك بدا يولي راجل برشا خدمه ظاهر لي مازلت فيه مازال ما تخدم الجمله مش برشا خدمه لا عجينة مازلت محطوط ما فهمنا حتى شيء فيه مازال هذاك العام الجاي العيد الجاي كان عشنا الكبير نولي نخممولو باش يلزم ويتحرك ويلزم يعمل ويعمل ويعمل سامحني معناها من اليوم حتى للعيد الجاي باش يقعد شنيا معناها هاكا ياكل ويشرب ومرتاح ونتفرج فيه وشيخ وكي دلوقتي نخرج ونحاول ثانويات وكا العوايم هذا قراتلي والعام اللي بعده نولي ندخلو له في العنفه الباهيه ونعملوا له اعصاب باهيه ونعملوا له عظام باهيه يعطيك الصحه يعطيك الصحه وظهر لي تجربك السابقة عندهم دخلها يا أخي إذا توا يعجبك شي زادة توا أخي ما مربي قداش من كبش عليه لش وليت كباش هكاكا نفس الاستراتيجي كيف ياخذ 3 سنين نتاعو تك العام الأول يرتاح والعام الثاني نخدمو له العام الثالث نمشو للبر العام الثالث نشيخو بيه مازلت عبادك أنت كعملتها أنت كعملتها حبوب كعملتها راك في الألفينات عذرتك قلت نورمال اما في 2024 مازلت تعاود فيها اي نعاود وكان خلاني ربي حي حتى في 2030 نعمل بيعطيك طول العمر بابا عايشك ربي يطول في عمرك نعمل هكا كمل نعيش هكا علوش علوش هكا ولا كبش ريت قبيله عجبتني انا ريت علاش قلت لك راهي اخر حاجه في راسي انا هي البطحه انا جا جينا البيت القصر البطحه عمرها ما كانت ما نعرفش البطحة راني باش نحب اكلي انت زرعت وردة ويجي نهار يزم تقتلها انا ربيت نحب نشوف نهاري عار فقط هذه كاين وربح ولا خسر زين كان ربح نبوسو وندللو كان خسر اسهل زاد العباد انا تخسر كباش يا ربي نسيب اش كاكاتو يلزم نداويه واللي يقل له اموره ومن بعد نبيع بالحق ولا ما يتممشيش قطص في شكاره خسر ليه 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 بالعكس انا ظالم انا ظالم يا هو معلش انا مادام سايبته عارك وتجرح انا السبب نتحمل مسؤوليتي يعطيك الصحة مالا تكتيك هذايا بليت حبوبه قبيله حكيت على فلوس وقلت لك باش غليت هو يتكلف لك حتى كي يتكلف صنعي انا خير مني اسمعني عايش خويا ما فماش واحد في الدنيا هذه ما يصرفش مي كل واحد يعرف كيفاش يصرف انا خلينا نعاود لك راني لا نمشي القهوه لا نسكر لا نشري باكو دخان
لا نشري باكو دخان لا نعمل على حكايات هذي. كان يساعدني كل نصف 10,000 في النهار عليه هو خير من العمل يزيع. أباي بلي عم حبيب هلا غرام مسموح للجميع. للجميع كبير نسكل. صغير نسكن. أنا أول ما دخلت الموندو ذا قالوا لي يا سيف الغرامة ذي تجعل الزوز من الناس تجعل الإنسان كبير باش يخرج ريتريت يربي كبش يقتل به الوقت ولا تجعل العباد اللي لابس عليه العباد العي هو باش يقتل به الوقت العباد العياشة ما تنجمش تقاوم العباد العياشة ريت مادية ممكن فما عباد ما عندهوش باش ياخذلو علفته باش ياخذلو دنيته ما عندهوش ما نجمش بالحق كي يخرج انتريت ما عادش ينجمش يقاوم من اقوى ما فهم تربي في الكبير تحيه ليها يا علي ونحبك المراه برشا بالرغم عمري ما قابلتها مني ليها را. فهمتني ها تربي ونفرح كي نسمع بها عندها كم شربح ولا بالحق نفرح بيه انت عصافري ولا كبيشي اخذر انا جيش اي وعصافر اي وكبيش به هذا الكبش هو موجود به اجا نعمل شوية عصافر العصافر أي. ما عادش عندي عصافر يعني كان عندي بورتمان في المرور في المرور 399 كوب 400 غير واحد كوب الواد كان الواد الكل ها شاء الله تبدلهم في الماء والزيوان والدنيا عامل واحد اللي بكم عاملينهم واحد شهرية وشهريته بيع شهرية محترمة غرايمي غرايمي مزلت ايه مزلت الوقت كان عصي الاساس ولا طلع عشان ما عملتها لي هبط لي العصفور هذاك سماريس سماريس هذا عصفور قديم انا هبطت انا هبطته هبطته اه عنده قريب العام هذا عندي ترى سماريس سماريس هذا خديته من منصبي وش هي قصة تعليقك بالسماريس يتكلم وخرجت منه قبل الشغل ابوي هي عملت منه شغل صعيب صعيب يا ما عملت منه قبل الشغل هو اول بارك ضربت بهم ضربت بهم وشخشوخ زاد يا بو خرجت الشغل قد خدمت السماريس وكي تسهل في فوشانه تويك اول محمديه اول واحد خرج فروخ العظمه يقول لك عم حبيب انا دول طول خرجت 18 فرخ عظمه واعطيتها للمحمديه الكل بلاش عطاو يتفرجوا فيه الكل خذت ما عندي لا صفر وما خذيتش دور وما عندي واحد قال لي معروم وكان خذت طب يتفرجوا ويعرفوا الحكايه هذه قد خذيتوا السماريس هذا ما نعرف ب 2000 ولا 2500 بالحق عامل تاني اكثر بقول لك بزين ب 2000 فرنك هذا ملا عصافر ما عندك انا ذا يا عندي هذا عندي الكاميرا هذا مقرين ما عندك شه عندي شغل عنده 8 سنين نتاعي هذا صنعي اختي اللي صوره في الحلقه اللي يتكلم ما شاء الله وعندي شغل 8 سنين الشغل هذا زاد عنده قصه اختي هذا عنده قصه اخو 8 سنين 8 سنين طب الشغل هذاك خرجته عندي انا وجاء صاحبي هزوا ما عندي صاحبي مغرور وسميع فنان خاطر يتوى صعيب باش تلقى شكون اللي يفرز الطبقه تبقى يعطيك الصح يخدم هو فك جهه الصحراء خليها في مرته فما بلاص منا وبلاص من كانالوات منا وطلع شنو هي خرجت والمراه علقته البركه تسرق تهلك مش تسرق هذاك اخويا بعته ب 800,000 كي جا صاحبي جابوا لي قال راه هكا وكا وكا اخزر خويا ريت هذه العصا قلت له انت صاحبي وخويا باش شدهم الوسط احنا هكا هو ما عادش يعمل 50,000 هذاك كلامه فسد مشي على روح يا مهام 400 وبرا ربي عينك ما عادش يتصلح ما عادش يتصلح مهما وصل يا ولدي فنان شعبي طول يغني على بعضه هات هات مزود وعواده وسولاميه يا ودي غيري ريتش يعمل
تخليته وتجليته هيت على بعض وكل. فرحان برشا اللي حليت لنا قلبك. مرحبا بك اخويا. وخذيتنا من وقتك. مرحبا بك ولدي اخويا انت ومرحبا بك. بالله ندخلوا. اي. تو دنقري الوالد. الدنقري هذيك اكبر مني انا. دنقري. دنقري هذيك اكبر مني انا. كتقول دنقري دنقري. دنقري اي اخويا هذيك اكبر مني انا. بابا الله يرحمه. برشا حاجات نتاع بابا. معناتها توا ريتها الدنقري هذيك اش تسوي انت حسب رايك انت؟ فلوس؟ لا كي تجي باش تشريها ولا حاجه ما تشريهاش انت جم قداش تدخل انا كنت تقول نعطيك مليار هاو اذاني يد نقول لك عزيزه برشا ريت مليار تجيبها هكا ولا نمدها نقول لك خليها تفرش فيها والقرن هذايا طيرته انت في البطحه القرن هذاك مطيروا لا والله جبدنا عليها الحكايه قبيله انا جبدنا عليها البيانكو بيانكو واحد تو راك تصاور بيانكو واحد هذاك اللي طار في السماء قلت لك خايف قرنا بيانكو انا طار هذوما جماعتك جماعه يانيك الرداء الازرق هاي هذوما وقت كانوا عاملين كوميتا يعني قداش عمرها هذه 2017 هذه في الركبي هذا في الركبي هذا هكاك تاريخ انا وقت نهار اللي تصيب هو ونبيل كيلاني زاد اما حبيب السبته هذيا تويكا تفرج خويا شوف الخشنه نتاعها اكبر مني حتى فما حاجات ريت قدم من تاع التاريخ ما نعرفش كيفاش باش نحكيهم لك هذا كسوه خويا زاد عطوها لي الجزائري تاع كبش كسوه كامله هذيك زاد طربوش تبع الله يرحم عم حبيب باب فرحان برشا يا خويا مرحبا بك وش نرجعوا لك الكبش اللي وراك هذاك بطل ويتسيب مرحبا بك وش لا ديما شيخ ان شاء الله ربي يخلينا حيين الحمد لله ان شاء الله ربي يعطينا بالوقت الطيب وان شاء الله فرحتك انت وان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله ربي يسترك اكثر حاجه عاشك يا معلم ربي يسترك ويبقى عليك الستر من اقوى ما صورت في حياتي معك أقوى حاجة ربي يبارك ربي يسترك عاشك ربي يبقى عليك الستر وكاو ربي يبارك لك